متوترة تعب تراضيك على سالفة الإعلان اللي أنت سويتيه لي وما رضى يعطي باقي الفلوس؟ تعب تراضيك. شوفي أنا أقول المنتج ترى ما له شغل، المنتج ما له شغل. إنتاج منه؟ لا مو إنتاجه، أنا أوكي. أول عبالي إنتاجه. للأمانة انصدمت إن المنتج إنسان جدا راقي، وأنا وايد أحب المنتج، وايد أعزه وأحب. الأمانة أنا ما كنت أدري إن أنت المنتج، بعدين دريت. من المنتج؟ الرسالة لك والله واحد صديق عزيز وغالي قال له عبد الله. انزين، وزعل مني ليش تكلمت، ومن حقه هم يزعل. يعني جد وايد اعزه هالانسان هذا، وايد احبه، واتمنى انه يسمعني ويسامحني. يعني انا ما كان قصدي انت يا عبد الله، ما كان قصدي انت، بس يعني سوء تفاهم صار، الله يوفقك. وما انا استلمت؟ كنت وايد لا ما استلمت بس هو عبد الله ما له شغل، كلش ما له شغل هالإنسان. علاقتك مع هيش عيب؟